خلينا نتكلم عن اهم القصص وبالمثال يتضح الشرح. القصة يعني يمكن تجسد هذا الأمر. أبرز القصص اللي ما زالت عالقة في الأذهان من قطاع غزة واللي بتجسد فعلا مأساة المرأة الزوجة الأم أو حتى الطفلة الفلسطينية. نعم، نجد للأمهات الفلسطينيات اللي كانت بتجري على المستشفيات تبحث عن أبنائها، فين ابني من بين الأشلاء، وتحمل وتتقف مع زوجها. نجد المرأة الفلسطينية اللي شاهدت القنص على أمها، على أخواتها، على زوجها من أمام عينها. وجدنا المرأة الفلسطينية اللي تعرضت للهجوم من جيش الاحتلال وقاموا ب يعني أسر أزواجها وسرقة متعلقاتهم وقتل قتل الرجال أمام عيونهم. تعرضوا للاغتصاب والسرقة وفي سجون الاحتلال، بعض منهم تم إعادتهم والبعض ما زال أسيرات في سجون الاحتلال. سمعت من النازحات كيف انهم هم وجدوا امام اعينهم هذا التدمير، هذا من القنابل الفسفوريه لما تقع، كيف الهجوم والنزوح والمخاطر اللي بتعرض لها المراه تحمل على اكتافها ابنائها وتتعرض ايضا لعمليه التجويع. يعني التجويع، حصلت الحرب والسيدات الحوامل أجهضت، كثير من الزوجات أجهضوا، اضطروا للولادة بدون مسكنات، بدون حتى عملية القيصرية، بدون تخدير. اضطروا إنهم هم حتى لم يستطعوا أنهم يرضعوا أبنائهم. الرضاعة هذه عايزة أقول إنه أقل يعني حقوق الإنسان الطبيعي من ماء ودواء وغذاء لم تستطع المرأة أنها تحصل عليها. يعني الأمم المتحدة وضعت تقارير عن من يومين بس عن محصلة المجازر الصهيونية خلال عام كامل. هذه الأرقام البشعة، ولكن يتقف عاجزة على فرض على الجيش الاحتلال أنه يحترم القانون الدولي الإنساني، يفعل القانون اللي وضعه لحماية المرأة، قانون 1325 واللي وضعته الأمم المتحدة لحماية المرأة في الحرب وفي السلم. مخيمات النزوح المرأة فيها عاملة إزاي؟ المرأة في مخيمات يعني... في المخيمات تكدس المخيمات، المرأة في المخيمات تفتقر للخصوصية. إحنا عندنا قد تستطيع المرأة لا يعني لا تحصل على الملابس، هي تحت يعني أسمال بالية، لا تستطيع ان يعني انها تحصل على المزيد على ابنائها. المستلزمات الصحيه الخاصه بالمراه بالكاد تصل، ويتعمد احيانا الاحتلال انه لا تصل او انه يمنع دخولها للاحتلال.